انا ما عندي لا خويا لا اختي، عندي غير الله سبحانه وتعالى وهاد الوليدات هادوم. قلت ما غادي مع الوالد بعد، ظروف زوينه من تحيد الوالد وسط هاد البنيه العزيزه عليا. هادوك الناس بغينا الدوله تاخد فيهم الحق، هادشي اللي كاين. وانا راه تقصعت بركه عليا، هي راسي غنسخف. عييت اخويا، عييت، طحنوا لي الناس بالقوه ديالهم وتابعيني بالمقزز، يهدوني من بلوت ودخلوا تلعب الدريه وتيشوفوا فيها. راه شي بزاف، هادشي راه طاعن. واش غنتحارب مع 40 خلق ولا 50 خلق؟ ثلاثة نايدة عم الدريم والدري نسيمو والدري الكبير بزاف عليا. واش كتعيشو دابا محمد جالس؟ شي ديال الله، عيشو باش ما جاب الله. شي ديال الله، أحسن جواب. وش ديال الله؟ هي كتمشي تلعب وهي حاملة وما عارفاش تتلعب. تتلعب هكا يا صاحبي، تقول لك امي ما عندي انا حتى حاجه، ما هي عندي. نهار شي نهار جاها الوجع الطبيب، مشيت قلت لها اش كاين، قالت لي ضرتني كرشي. تشدوها الطبيبات قالوا لي خالتي دابا كي غنديروا هاد الدريه نولدوها. قلت لهم شوفوها بنتي، شوفوا لي يلاه هاد الدريه، شوفوا من حالها، شوفوا كيف ديروا ليها، ما عندكم فين غتمرتوني. والليل هذا وهي مسكينه تتغوت ثلاثه السوايع، هي تتغوت، ربي اللي خلقها. بقاو معاها مسكينه تتغوت وما ولدوها. صافي خالتي قال لك على سلامتك، جاو هادوك مساكن حبوا لي الراس ديالي. خالتي على سلامتك، البنيه ديالك راه تفكات. وبقاو تيبكيو، كلشي تيبكي، وكاع هادوك الطبيبات تيبكيو. ومن مورا كيفاش دايره الوضع الصحي دابا؟ صحيح حتى دابا كيفاش دايره؟ كي دايره مع الدريري؟ المهم الدريري تنغسل ليه، هي ما تتقربش ليه، واخا ديما ما تتقربش للدري، فهمتي؟ ما تتقربش ليه. ملي تنغسل ليه انا تنبدل ليه، ندير ليه كوش، تنغسل ليه، صافي. من تماك صافي سوا تنخلطو ليه الحليب تنعطيه صافي، تفهم؟ تتقربش، ما تبغيش تشدو، ما تبغيش، فهمتي؟ ما عارفاش بحال اللي دايره الطفله بحال اللي مصدومه. اه زعما ما عارفاش، ما تبغيش تقرب ليه. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. بغيت نتناول معكم الموضوع اللي تبعوا عدد كبير من المغاربه ديال سنه 12 سنه في لحظه من اللحظات كتلقى راسها دخلت المسؤوليه وعندها ابن سنه طفله. اليوم الاول تلقي اتصال من عند متتبعه اللي تتكلم وكتبكي. عرفت الوقائع مبدئيا ديال الملف، مشيت صراحه تما غادي نتصدم. القمة في البراءة، طفلة في لحظة من اللحظات كما قلت كتحمل هذه المسؤولية. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا تناولنا القصة رفقة الأستاذ المحامية زين مخيار، اللي هي بطبيعة الحال خدات الجانب القانوني في الموضوع وسجلت النيابة ديالها على الملف. هنا بقيت كنسول على هذا الملف، الأبعاد ديالو والحيتيات ديالو إذا صح التعبير من جميع الجوانب. دوزت الفيديو الاول، دوزت الفيديو الثاني مع الام كما تبعتوا معنا، ودوزت مع الجده كذلك. وصلت لمرحله ديال المراحل اللي كانت فيهم هذيك البنيه ملي كانت كتولد. مشاهدينا الكرام، ما لا يعرفونه المغاربه على الملف. وفي اليوم اللي مشيت لعندهم هما تيبعدوا على مدينه تيفلت بحوالي 40 كيلومتر، كيسكنوا وسط الغابه. هذه الغابه غابه كبيره، الامتداد ديالها من قنيطره حتى لتيفلت مسافة كبيرة، ودخلنا وسط الرملة حتى قدرنا نوصلوا لهذاك المنزل، المنزل ديال الأب ديالهم. ناس بسطاء، المجتمع لا يرحم، ولينا نتكلم عن السذاجة أنها غباء. كنقول إذا كنت ساذجا فأنا غبي. هاد الناس البراءة ديالهم،
صحيح البنيه غلاضت واحد شويه فاهمين والو، ما عندهمش في المخيله ديالهم انها تقدر تكون حامله، وكانت كتلعب وهي حامله. هذه كلها وقائع لمسناها من مقربين، بحثنا في الموضوع، ناقشنا معهم، سولنا الاسئله التي تطرح في الراي العام، كلنا درجناها معهم. القمه في البراءه. محمد الاب ديالهم انسان طيب، تيطلب مسكينه يعيش بالهنا، كيدير تجاره بسيطه جدا، تيمشي للسوق تيبيع الى قدر. نوعيه الاهمال، نوعيه التقصير، نوعيه الاهتمام بالطفوله اذا صح التعبير اللي ما فيهاش النقاش، ولكن نعلم جيدا انه الظرفيات ديال القرى تختلف على المناطق الحضاريه بشكل كبير. القريه ماشي هي المدينه. الاب ديال محمد كان طريح الفراش، هي كتبعد على المدرسه بستة كيلومتر، الخوف ديالهم عليها بين الاسباب انه بقات تتقابل جدها تما، شيئا ما لا مبالاه والتقصير على الدراسة ومجموعة من الأمور، وكذلك الدولة عندها شق ديالها في هذا الأمر. 6 كيلومتر على طفلة في الجبل وسط الغابة باش تمشي للمدرسة من أصعب الأشياء. مشاهدينا الكرام، هذا المكتب حنا كنعيشوه مع هذه العائلة. مجموعة من الأسئلة سولتهم، تبعتوا معايا مشكورين الحوار اللي درجتوا مع العائلة. حاليا بغينا ندخلوا للشق الثاني. هذا الجانب الثاني مهم بالنسبة لي، أنه احنا مقبلين عما قريب انه طفلة غادي تكون مع طبيب نفسي متخصص في المجال، وكذلك الجمعية غادي تدخل معنا على الخط لمساندة هاد الطفلة في الشق القانوني، في الاهتمام بها، طريقة كيفاش غادي يتعاملوا مع هاد الوليد، كيفاش نحسوا انه هاد الطفلة سوف تعيش معنا، شأنها شأن أي مغربي بدون نقص، بدون إحساس أنه عنده واحد الأزمة نفسية. وهذا هو دور أطباء النفسانيين في الموضوع. مشاهدينا الكرام، اللقاء المقبل إن شاء الله غادي يكون مع طبيب نفسي اللي غادي يشوفها وغادي يشخص لنا الوضع ديالها كيفاش داير، وغادي نشوفه كذلك مع العائلة. مشاهدينا الكرام، الجمعية كذلك غادي تنخرط معنا في الموضوع من أجل ضخ دماء جديدة لهذه العائلة، أنه ترجع للحياة العادية ديالهم، لأنهم ناس بسطاء. إحنا لا يهمنا الشق القانوني، له أهل المجال، هما حاليا معتقلين. السيد قاضي التحقيق غادي يكمل الإجراءات ديالو، غادي يحل القرار النهائي ديالو القضاء الجالس، وتبدأ المراحل ديال الدعوة. ولكن ما يهمنا هو الطفلة 12 سنة كيفاش غادي تعيش ويتحمل مسؤولية عندها ابن لا تفقه شيئا، سواء لا في الحمل ولا في الولادة ولا في أمور أخرى. خصنا كيفاش تعيش معنا شأنها شيء اي انسانة او انسان بشكل طبيعي جدا، وهذا هو دورنا. مجموعة من حلقات اخرى غادي نديرو فيها اللي قدرنا عليه الله. تبعوا معايا القصة ديال سناء 12 سنة. مشاهدينا الكرام، الدعم ديالكم والاهتمام ديالكم هذا الملف كيشكل قوة بالنسبة لنا. حتى لا انسى عفوا، كنت في الفيديوهات كاملين تندير رقم الهاتف ديال الاب للتذكير فقط. لا صلة لنا بالشق المالي، المساعدة تكون بين المحسنين وذاك المحتاج اللي بغى محمد يتصل به. والمغاربة مشكورين اللي تعيطوا ليه وتتواصلوا معه وكيساعدوه. مشاهدينا الكرام، بقوا معايا وتبعوا معايا الحلقات الأخرى ديال سناء. تمنوا من الله تعالى أنه في يوم من الأيام نشوفها في بر الأمان نفسانيا وصحيا، وكذلك لما لا أنه تشيل المدرسة. هذا شيء كنتمناه. تبعوا معايا.